المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته ومعالجة التحديات التي يواجهها لهو من أولى الأولويات وأبرز المستهدفات التي راعتها الجامعة في خطتها الاستراتيجية العامة والاستراتيجية البحثية على وجه الخصوص، ولعل من أبرز المحاور هو تحديد القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى دراسة وتقديم حلول ابتكارية ذات أثر مستدام لها، تماشياً مع مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة، وذلك عبر تعظيم الأثر الاجتماعي والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي ورفع المساهمة من قبل القطاعات العامة والخاصة والقطاعات الربحية والغير ربحية. وبالحديث عن الابتكار الاجتماعي فنعني به تحقيق المزيد والاستفادة من الموارد بشرية كانت أو مادية، ومشاركة البيانات والعمل المتناغم بين كافة الجهات والقطاعات العامة منها والخاصة. لماذا؟ لتطوير وتنفيذ المنتجات والخدمات والبرامج التي تلبي الاحتياجات وتلبي القضايا المجتمعية. فبشكل عام يمكن أن تكون الممارسة المبتكرة منتجاً أو تقنية جديدة أو تشريعاً أو فكرة أو مزيجاً منها في قطاع الخدمات الاجتماعية لتحسين ظروف المعيشة لمجتمع حيوي. ومن هذا المنطلق تسعى الجامعة ممثلة بعمادة البحث العلمي لأن تكون من المساهمين الفاعلين في البحث والتطوير والابتكار بالمملكة، وذلك من خلال رسم السياسات والتشريعات وتوفير الدعم بكافة أشكاله.